لو تليفونك مات واقف على وضعية الفاست بوت زي ما صار أمامكم في الشاشة، مش عارف تستخدمه في أي حاجة، سواء في المكالمات أو إن التليفون يفتح أصلا أو إن الإشارة يخش على الأندرويد، دوت بيسموه إن التليفون ميت، لأن هو ثابت على وضعية الفاست بوت، مهما تضغط على زر الباور أو تفتحه مش هيفتح معاك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي المتابعين قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض مشكلة التليفون الميت أو التليفون المعلق على وضع الفاست بوت. طبعا دوت برنامج ماي فلاش زي ما انتم شايفين، أي حاجة هنذكرها هتلاقي اللينك بتاعها أسفل الفيديو اللي شايفه الآن. تمام كده، دوت برنامج ماي فلاش بعد ما بتسطبه بالطريقة التسطيب العادية اللي هي نيكست 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 مفيهاش أي حاجة. الملف طبعا أي ملف هيتم ذكره هسيبه لكم أسفل الفيديو زي ما أنا قلت لكم. طبعا التليفون لو ميت معاك أحيانا بيموت التليفون بسبب إن أنت بتعمل مثلا سوفت وير والتليفون بتنزل سوفت غلط فالتليفون ما بيفتحش معاك، او ايا كان السبب بتاعك ان التليفون معلق على وضعيه الفاست بوت يعني التليفون ميت. ان شاء الله نحل المشكله دي مع بعض. هنفتح برنامج ماي فلاش زي ما احنا قلنا بعد ما نسطبه على الجهاز بتاعنا، هيجي لنا الواجهه اللي هي ديت، بيقول لك سجل تسجيل الدخول بحساب ميو. ممكن تسجل تسجيل الدخول بحساب ميو اللي هو بتاع التليفون او حساب ميو اخر، مفيش اي مشكله، لكن يفضل حساب ميو بتاع التليفون. تمام، لو مفيش معاك حساب ميو تقدر تعمل حساب ميو من اي تليفون شاومي او من على الويب سايت بتاع شاومي، تعمل حساب ميو وافتح الواجهه بتاعه المستخدم ديت. زي ما احنا قلنا هيطلب منك اليوزر نيم والباسورد، هتدخلهم هيفتح معاك. لو انت عامل تسجيل دخول بالموبايل هيبعت لك رساله زي ما انتم شايفين، وبدخل الكود وبضغط هنا اهوت على الاختيار دوت. تمام كده، بيجي لنا بعد كده بيقول لك اختار هنا اللغه زي ما انتم شايفين. هنا اخترت اي لغه مش هتفرق معاك، ممكن تختار اللغه الصينيه او اللغه الاندونيسيه او اللغه الروسيه، ايا كان اللغه اللي انت هتختارها مش هتفرق معاك خالص. تمام، بعد كده التليفون بيخش على وضعيه الريكفري، او انا بختار اختيار اللي هو بتاع الريكفري من فوق، ولازم طبعا اكون موصل التليفون بتاعي بكابل اليو اس بي موصله في اللابتوب او الكمبيوتر. تمام كده، لو التليفون بتاعك مش ظاهر بعمل هنا هو ريفريش ديفايس، تضغط هنا على الاختيار اللي في الاسفل دوت ريفريش ديفايس. لو ما ظهرش معاك يبقى اللاب بتاعك محتاج التعريفات بتاعه هاتف شاومي، وهنعرف مع بعض ازاي نعرف التعريفات بتاعه هاتف شاومي لو الهاتف ما قراش معاك. زي ما انتم شايفين التليفون ما قراش، بضغط هنا على كلمه ماي فلاش. بعد كده بعمل انستول للبرامج دي، هو بينزل تعريفات لهاتف شاومي تلقائي. طب لو ما قراش معايا بضغط كليك يمين على ماي كمبيوتر وبختار بروبرتيز. لو هو ما قراش معايا بعد ما عملت انستول بختار الاختيار اللي ظهر امامنا دوت، هيفتح معايا الشاشه ديت. تمام كده، بضغط على الماي كمبيوتر بتاعي بختار الاختيار التاني. تمام كده، بعد كده بقول له نيكست، بختار الاختيار التاني واقول له نيكست، اختار الاختيار الاول دوت واقول له نيكست. بعد كده هضغط هنا اهوت، واضغط هنا اهوت على كلمه براوز، واروح اجيب التعريفات بتاعه هاتف شاومي. طبعا هسيب لك اللينك هتحمل منه التعريفات مباشره. تمام كده، ولو انت عايز تعرف تعريفات هاتف شاومي تفصيليا انا شرحتها قبل كده في درس سابق، بس انا قلت اشرحها معاكم برضك عشان لو حد بيشاهدنا اول مره وعايز برضك يسطب التعريفات بتاعه هاتف شاومي. تمام كده، هسيب لك برضك اسفل الفيديو اللي شايفه الان درس شرحنا فيه ازاي تسطب التعريفات بتاعه هاتف شاومي تفصيليا. تمام، انا كده ببحث على الملف اللي فيه التعريفات بتاعه شاومي، طبعا كده كده هسيب لك اللينك بتاعه مباشره اسفل الفيديو اللي شايفه الان. ادي تعريفات شاومي زي ما انتم شايفين، بخش على ويندوز 7 وبختار الاختيار دوت واقول له اوبن. تمام كده، اختار الاختيار الملف بتاع ويندوز 7 عشان احنا على ويندوز 7 واقول له اوبن، واختار الاختيار الاول واقول له نيكست نيكست لحد ما يخلص معايا نقل الملفات وتعريفات هاتف شاومي. بعد كده بضغط على كلمه فينش زي ما انتم شايفين دلوقتي، اقول له فينش. بعد كده بروح بضغط نفس الاختيارات، بدوس كليك يمين على ماي كمبيوتر واختار الاختيار الثاني واقول له نيكست، واختار الاختيار الثاني واقول له نيكست، واختار الاختيار الاول هنا زي ما هو اقول له نيكست واختار دوت، وبعد كده اقول له براوز، وراح اختار برضك نفس المكان نفس الاختيارات هي هي مفيش اي تغيير، لكن المره دي بختار الاختيار الثاني واقول له نيكست، وكده بنزل التعريفات بتاعه شاومي. يبقى احنا كل اللي علينا ان احنا دلوقتي هنوصل التليفون بالكمبيوتر وهنفتح برنامج ماي فلاش ونختار الديفايس. لو ما تعرفش هنروح على كلمه ماي فلاش من فوق ونسطب التعريفات بتاعه التليفون.
ولو برضك ما تعرفش معانا يبقى لازم نكمل بقيه الخطوات ديت وهي تعريفات شاومي. احنا كده بنعرف تعريفات شاومي على الكمبيوتر، وقلت لك كده كده هسيب لك لينك اسفل الفيديو شده الان، شرحنا فيها بدايه تفصيليا ازاي تسطب التعريفات بتاعه شاومي. انا كده انتهيت من الجزء الاولاني من التعريف، نخش على الجزء الثاني ايضا من التعريف. التعريف عباره عن اداتين، الاداه الاولى اللي هي بنسطبها من ماي كمبيوتر، والاداه الثانيه اللي احنا هنسطبها بالطريقه ديت اللي احنا هندور عليها دلوقتي. ايوه الاداه اللي ظاهره امامكم ديت اللي هي الاي دي بي، هنضغط عليها دبل كليك هتفتح معانا بالشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي. نضغط هنا على حرف الواي يعني يس اوبس انتر، حرف الواي وانتر، واستنى طبعا يعد زي ما انتم شايفين انتهى وجاب لي الشاشه ديت. بضغط على كلمه نيكست هو بينزل تعريفات تاني، بقول له انستول، يعني كل اللي عليا فعله ان انا بتبع الخطوات اللي بتظهر امامي في التعريفات، وهي طريقه التسطيب العاديه اللي هي عباره عن نيكست نيكست حتى ياتي اختيار فينش. تمام كده يا شباب، بروح افتح برنامج ماي فلاش مره اخرى. تمام كده زي ما انتم شايفين، واروح انزل روم للتليفون بتاعي، بروح انزل روم للتليفون بتاعي، بضغط نعوت على كلمه روم عشان طبعا احيي التليفون بتاعي. بدخل هنا في السيرش في الموديل موديل الهاتف بتاعي، بكتب مي 9 لايت، فظهر لي جميع التليفونات اللي نفس الموديل بتاعي اللي هي مي 9 لايت. وممكن انزل بالقائمه ديت للاسفل واختار نوع التليفون بتاعي على طول زي ما انتم شايفين كده، اروح اختار التليفون بتاعي وبختار من هوت، اختار النسخه الستيبل او النسخه الثانيه، انا عامه بختار اول، وهنا تختار النسخه اللي فيها الريكفري او الفاست بوت. انا جربت النسختين، نزلت النسخه اللي فيها الريكفري ما نفعتش معايا، بعد كده جربت النسخه اللي فيها الفاست بوت. زي ما انتم شايفين ادي النسخ بتاعه الهاتف في النسخ الرسميه، تقدر تحملها وتسطبها على التليفون بتاعك. اتعلم ينور على الاختيار اللي انت عايزه من الجنب او الروم اللي انت عايزه من الجنب، تضغط على كلمه داونلود. وزي ما انتم شايفين الاندرويد مبني هنا اندرويد 11، واضح ان هو ان الاندرويد بتاع الروم اللي انا بنزله دوت اندرويد 11، البيانات بتاعته بضغط ينور على كلمه داونلود. تمام، لو انا عايز اتابع وصل الداونلود لحد فين بضغط ينور على كلمه داونلودنج، اعرف حمل قد ايه زي ما انتم شايفين جاري التحميل، وبعد كده بضغط ينور على كلمه داونلود، بعرف ان الروم بتاعي بعد ما بيحمل بتلاقيه هنا في كلمه داونلود. تضغط على السهم دوت بيجيب لك المكان اللي فيه الروم بتاعك. تمام لحد كده، بعد ما حملنا الروم بتاعنا زي ما انتم شايفين نضغط هنا كلمه ريفرش. زي ما انتم شايفين بعد ما حملنا الروم بتاعنا بنروح نفك الضغط عن الروم اللي احنا حملناه، بنضغط عليه كليك يمين ونقول له استخرج الى او نستركت هير لو انت عندك باللغه الانجليزيه، طبعا تستخدم الخطوه ديت ببرنامج وين ار او وين زاير. بعد كده بنروح على برنامج نختار اختيار الريكفري اللي كان ظاهر امامنا. انا عايزكم لو لاحظتم هنا يا اصدقائي ان الجهاز اتعرف زي ما انتم شايفين لما اخترنا الاختيار اللي احنا قلنا عليه بتاع ريكفري، وهنختار من الاختيار اللي انا عامل عليه رقم واحد دلوقتي، هنختار الروم اللي احنا فكينا الضغط عنه، وهنختار ملف اسمه ايميج، ورقم اتنين هنا هنختار فلاش اول فاست بوت، هنختار فلاش اول فاست بوت. تمام كده، ونختار رقم تلاتة هيفلش معانا الجهاز عادي. طيب لو مرضيش يفلش او وقف معايا هنرجع رقم اتنين ديت، هيبقى فيها عدة اختيارات، هنبدأ ننوع ما بين الاختيارات، مرة اختار الاختيار الاول، مرة الاختيار التاني، مرة الاختيار التالت، لكن انا نفع معايا الاختيار اللي اسمه فلاش اول فاست بوت. تمام كده، زي ما انتم شايفين يبقى الطريقه ديت تقدر تحيي الجهاز بتاعك بعد موته، بعد ما بيوقف على الفاست بوت تقدر تشغل الجهاز، وهنشوف مع بعض الجهاز وهو شغال معانا. طبعا لو عجبك الشرح بتاعي ما تنساش تخش على قناه فارس البرمجيات، اشترك في القناه وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشوراتنا الجديده، وعندنا قوائم تشغيل خاصه بهاتف شاومي، عندنا قائمه تشغيل خاصه بهاتف شاومي، لان هواتف شاومي هواتف محترمه جدا، لكن احيانا السوفت وير بيبقى فيها بعض المشاكل، واحنا مع بعض حلينا المشاكل بتاعت السوفت وير، ونشوف مع بعض الجهاز وهو دلوقتي بيفلش فعلا وبيفتح معايا لاخر اصدار من الاندرويد، هيفتح معايا باندرويد 11 واخر واجهه مستخدم معايا. زي ما انتم شايفين دلوقتي بيتقدم معايا، وادي الجهاز بتاعي فتح اهوت. طبعا في اي خطوه احنا بنعملها بنكون موصلين زي ما انتم شايفين كده الموبايل بالكمبيوتر، او حد يغفل عن النقطه ديت لانها نقطه مهمه. هنشوف الجهاز بتاعه بيفتح دلوقتي، مبروك عليك كده الروم الرسمي الجديد. ما تنسيش بالدعوه صالحه ابزار الغيب، كان معكم اخوكم الفارس اسام، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.